بسم الله دكاترتنا وحبايبنا الغاليين، صباح الفل. هنكمل مراجعة العملي بتاعتنا. رجعنا جزء القبر في تقريبا 20 دقيقة. بتدخل بقى معايا في جزء اللور، وبرضو نفس السؤال هينزل لك صورة عظم او عظمة حقيقية في الزقازيق. ينزل لك الصورة ويقول لك ايه العضلة دي، فانت تقول له اسم العضلة. طب ايه النيرف سبلاي بتاعها؟ تقول له النيرف سبلاي. خلي بالك انا بأكد لك تاني في الفيديو ده ان العملي لازم تذاكره بما يرضي الله. العملي لازم تفضل رايح جاي فيه كده طول الليل وطول النهار لحد ما تدخل امتحان العملي. عمل الاناتومي مضمون. عمل الاناتومي هو اكتر عملي مضمون ممكن تشوفه في حياتك في كل الموديولات. الامتحان هينزل لك من الفايل اللي قدام حضرتك ده، مفيش اختراعات، وبالتالي لازم تضمن درجات وتاخد الكبيرة. بقى كمان خد الكبيرة، ان نص ستيشنز العملي بتكون اناتومي، تقريبا نصها بيكون اناتومي. فانت حليت كويس في النظري علي تقديرك بالعملي، ما حلتش كويس في النظري ارفع درجاتك بالعملي. العملي بيسند جدا جدا مع النظري. وكمل معايا اللور، الاقي واحد بس في سؤال كده بيستفزني حابب انوه عنه. الاقي واحد داخل لي يقول لي يا دكتور انا عايز التلات عضمات اللي هينزلوا في الامتحان بالصلاة على النبي. يا عم وفي ايه يا عم؟ وانا عامل المشرحة؟ هو انا اللي بحط العضم؟ بلاش اسئلة كده يعني، ما مش اي عضمة من دول ممكن تنزل لك في الامتحان. اي عضمة من دول هتنزل لك في الامتحان، فانت لازم تكون مذاكر كل العضم. وما تسرعنيش، خلي المعلومة تدخل كده شم نفسها، بدل ما انت مش لاقط انا بقولي اصلا، انت شايفني بجري قدامك، شايفني بجري، فما تسرعنيش، او لو تسرعني سرعني بالعقل يعني. بنكمل اللور. بدأ عظم اللور بالهبون. اول علامة في الهبون عند الانتيريور سوبيريور إلياك سباين. عزيز طيب انا عرفت منين ان انا قدام؟ والله الحتة الخشنة دي بتكون ورا، يبقى انا هنا كده قدام. مين اللي كان ماسك هنا عضلة اسمها سارتورياس ماسل؟ اسمها ايه؟ سارتورياس ماسل. يبقى دي عضلة اسمها سارتورياس. ده الاوريجن بتاع السارتورياس. لو انت راجل الشياكة مقطعاك وعايز تكتب الكلام كامل، هتكتب له سارتورياس هيحبك، هتكتب له اوريجن اوف سارتورياس هيحبك قوي بقى. طب النيرف سبلاي بتاعها، والله كانت بتتغذى بالفيمورال نيرف لانها من عضلات الثاي اللي قدام. وزي ما قلت لك تجميعة النيرفات موجودة في مذكرة العملي، بدل ما تفضل تذاكر كل نيرف لوحده لا خد السكيمة هناك احسن. طيب السارتورياس كانت هنا، اللي تحتها بقى عضلة ايه؟ قالك اسمها ستريت هيد اوف ريكتاس فيموريس. ستريت هيد اوف ريكتاس فيموريس. ستريت هيد اوف ريكتاس فيموريس. النيرف سبلاي بتاعها فيمورال نيرف لانها من عضلات الفرنت. طيب مين العضله؟ قال لك دي ليفت هيب بون. مين العضله اللي موجوده هنا؟ خلي بالك انا كده مصور الهيب من بره مش من جوه. ليه من بره؟ لان ظاهر قدام حضرتك الاسيتابيولم اهو، ده بيكون بره. طب مين العضله اللي بتكون موجوده فوق في الحته دي في الاليا كريست؟ قال لك دي اسمها تنسور فاشيا لاتا. اسمها ايه؟ تنسور فاشيا لاتا. تنسور فاشيا لاتا. النيرف سبلاي بتاعها سوبيريور جلوتيال نيرف. سوبيريور جلوتيال نيرف. تنسور فاشيا لاتا. النيرف سبلاي بتاعها سوبيريور جلوتيال نيرف. ما زلنا مصورين الهيب بون من بره. عرفت منين يا عم؟ من الاسيتابيولا. مين العضلة اللي ورا خالص دي؟ قال لك اسمها جلوتياس ماكسيموس. طب لو جاب لك علامة هنا كده في الحتة دي جلوتياس ميدياس. طب لو قدام في الحتة دي جلوتياس مينيموس. فايه ذاكر انت ترتيبهم عشان تشوف السؤال هينزل لك في انهي عضلة فيهم بالظبط. اذا اللي ورا خالص دي اسمها جلوتياس ماكسيموس. النيرف سبلاي بتاعها كان انفيريور جلوتيال نيرف. انفيريور جلوتيال نيرف. جلوتياس ماكسيموس. اللي قدامها على طول الماكسيموس كانت هنا، اللي قدامها على طول دي جلوتياس ميدياس اللي في النص. جلوتياس ميدياس. النيرف سبلاي بتاعها بتكون سوبيريور جلوتيال نيرف. انت عارف ان السوبيريور جلوتيال نيرف ده بيغذي تلات عضلات، بيغذي المينيموس ويغذي الميدياس ويغذي التنسور فاشيا لاتا.
اي عضله من دول هتكتب النيرف سبلاي سوبيريور جلوتيال نيرف. فاش اختراعات المفروض دي تجميعة من النظري مجمعها لك في مذكره العملي وتذاكرها، تذاكر التجميعات احسن. يبقى دي الجلوتياس ميدياس. طيب اللي قدام خالص دي بقى مين؟ قال لك اللي قدام دي الجلوتياس مينيمس. يبقى مينيمس ميدياس ماكسيمس بالترتيب كده من قدام لورا، مينيمس ميدياس ماكسيمس. ادي الجلوتياس مينيمس النيرف سبلاي بتاعها احنا عارفينه سوبيريور جلوتيال نيرف، سوبيريور جلوتيال نيرف. طيب فوق الاسيتابيولم تلاقي حته علامه كده فوق الاسيتابيولم، مين العلامه دي؟ قال لك الريفلكتد هيد بتاعت الريكتاس فيمورس. خلي بالك احنا لسه قايلين فوق ستريت هيد اوف ريكتاس فيمورس، دي بقى اسمها ريفلكتد هيد اوف ريكتاس فيمورس. دكتور لازم اكتب ريفلكتد هيد اوف ريكتاس فيمورس؟ ما ينفعش ريكتاس فيمورس كده وخلاص. ليه يا عم؟ ما ينفعش، ما ينفع، لازم تحدد له ان دي الريفلكتد هيد بتاعت الريكتاس فيمورس، لازم تكتبها كامله دي بقى. احنا ممكن نستغنى عن كلمه اوريجين وانسرشن عادي، ودي بتعليمات الاسم مش تعليماتي. تعليمات الاسم قال لك ممكن تشيل اوريجين وانسرشن براحتك، قول لي اسم العضله وخلاص. اذا العضله دي الريفلكتد هيد بتاعت الريكتاس فيمورس. طب النيرف سبلاي بتاعها فيمورال نيرف، لان الريكتاس فيمورس دي هيد من الكوادريسبس فيمورس اللي هي من عضلات الثاي من قدام اللي هي بتتغذى بالفيمورال نيرف. والله كلام جميل. طيب دخلنا هنا كده في الاسكيال تيوبروستي. الاسكيال تيوبروستي هتلاقي فيه علامه قريبه من الاسيتابيولوم، علامه قريبه من الاسيتابيولوم اسمها ايه؟ قال لك والله ده السيمي ممبرينوزس. السيمي ممبرينوزس القريبه من الاسيتابيولوم، السيمي ممبرينوزس. النيرف سبلاي بتاعها ايه؟ سياتيك نيرف، لان السيمي ممبرينوزس من 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 العضلات الباك بتاعت الصوت. طب انهي جزء من السياتيك بالظبط؟ التيبيال بارت. واحد قال لي مش هفتكر التيبيال بارت، ما تكتبهاش، اكتب له سياتيك نيرف واسكت. سياتيك نيرف. طيب برضه في الاسكيال تيوبروستي هتلاقي علامه بس بعيده عن الاسيتابيولوم. بص بعيد، اللي كانت قريبه من الاسيتابيولوم كانت هنا، لا دي بعيده عن الاسيتابيولوم. قال لك دي كومن اوريجين، بيطلع منه عضلتين، اللونج اللونج هيد بتاعت البايسبس والسيمي تندينوزس. اللونج هيد بتاعت البايسبس والسيمي تندينوزس، اللونج هيد بتاعت البايسبس والسيمي تندينوزس. الاثنين بيتغذوا بايه؟ الاثنين بيتغذوا بالسياتيك نيرف، الاثنين بيتغذوا بالسياتيك نيرف بين قوسين التيبيال بارت. طيب كلام زي الفل. هنا كده في الاسكيال تيوبروستي وجزء من البيوبس تلاقي عضله، العضله دي اسمها ايه؟ قال لك دي الادكتور ماجنس. الادكتور ايه؟ ماجنس. يبقى صلى على النبي كده، لقينا هنا عضله قريبه من الاسيتابيولوم سيمي ممبرينوزس، عضله بعيده عن الاسيتابيولوم سيمي تندينوزس ولونج هيد اوف بايسبس، لقينا عضله واخده جزء من الاسكيال تيوبروستي والبيوبس مع بعض، دي الادكتور ماجنس اللي كان ليها دبل نيرف سبلاي. البيوبيك بارت يتغذى بالاوبتيوريتور والاسكيال بارت يتغذى بالسياتيك. بيوبيك بارت يتغذى بالاوبتيوريتور والاسكيال بارت يتغذى بالسياتيك. برضه هتلاقيها في ورق النيرف سبلاي في مذكره العمل. طيب مين العضله اللي ماسكه في الـ في الـ في الاوبتيوريتور ممبرين من بره؟ عضله ماسكه في الاوبتيوريتور ممبرين من بره يبقى اوبتيوريتور اكسترنس، ماسكه في المارجن بتاعت الفورامين دي من بره كده، اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. اوبتيوريتور اكسترنس النيرف سبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرف، بالتحديد البوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور. اوبتيوريتور نيرف البوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور نيرف. يبقى بص كده تاني تاني تاني، العضله دي سيمي ممبرينوزس، هنا سيمي تندينوزس وبايسبس، الجزء ده كله كده الدكتور ماجنس. الاوبتيوريتور ممبرين من بره كده او الفورامين دي من بره كده، عرفت منين ان انا بره؟ الاسيتابيولم قدام حضرتك، يبقى دي اوبتيوريتور اكسترنس. طيب مين اللي ماسك في البيكتينيال سيرفيس فوق بالشكل ده؟ قال لك عضله اسمها بيكتينيس. اسمها ايه؟ بيكتينيس.
كان ليها دبل نيرف سبلاي بتتغذى بالفيمورال والاوبتيوريتور، وبالتحديد الانتيريور ديفيجن بتاعه الاوبتيوريتور، الفيمورال واوبتيوريتور، الفيمورال واوبتيوريتور للانتيريور ديفيجن بتاعه الاوبتيوريتور. العضله اسمها ايه؟ اسمها بيكتينياس. اسمها ايه قدام حضرتك؟ بيكتينياس مصر. طيب كلام جميل. دخلنا في عضله هتلاقي العلامه بتاعتها دايره بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، اسمها الدكتور لونجس. مفيش دايره غيرها، هي الدايره دي موجوده جنب الاوبتيوريتور فورامن بالشكل ده. الدايره دي الاوريجن بتاع الدكتور لونجس، الاوريجن بتاع الدكتور لونجس، الاوريجن بتاع الدكتور لونجس. النيرف سبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرف، لانها من عضلات الميديال كومبارتمنت. النيرف سبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرف. دخلنا بعد كده، المفروض الدكتور لونجس كانت هنا، تحتها على طول هتلاقي عضله بالشكل ده مطوله بالشكل ده، اسمها الدكتور بريفس. اسمها ايه؟ الدكتور بريفس. طب النيرف سبلاي بتاعها؟ قال لك والله اوبتيوريتور نيرف برضه، طالما الدكتور يبقى اوبتيوريتور. ما عدا الدكتور ماجنس كانت جزئين، الماجنس كانت جزئين، بيوبيك بارت بيتغذى بالاوبتيوريتور، والاسكيال بارت يتغذى بالسياتيك. والله زين. نكمل مع بعض. تلاقي عضلة على المارجن بتاعة العظمة بالشكل ده، اسمها ايه؟ اسمها جراسيلس. اسمها ايه؟ جراسيلس او جراسيلس براحتك، اسمها جراسيلس. الاوريجن بتاع الجراسيلس. النيرف سبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرف برضو، لانها من عضلات الميديال كومبارتمنت، من عضلات الميديال كومبارتمنت. طيب الاوبتيوريتور، الاوبتيوريتور فورامين من بره، عرفت منين ان انا بره؟ ادي الاسيتابيولوم قدامك اهو، يبقى انا عضله اسمها اوبتيوريتور اكسترنس، اوبتيوريتور اكسترنس. النيرف سبلاي بتاعها البوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور اللي لسه قايلان، البوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور. انت كده خلصت الهيبو. طب ايه رايك بقى لما ترجع تجيب الهيبو تاني من الاول؟ ايه رايك لما تذاكرها تاني من الاول وتفضل تراجع عليها عشان المعلومه تثبت؟ وزي ما بقول لك، لازم 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 قبل ما تدخل امتحان العملي تصحى بدري ساعتين ثلاث ساعات تلم العملي ده كله تاني، عشان تدخل الامتحان تكون فاكر كل كلمه وكل حرف. دخلنا العظمه اللي بعد كده اللي هي الفيمر. الحته اللي قدامك دي الهيد بتاعت الفيمر، وطبعا حضرتك عارف ان ده الجريتر تروكانتر، الجريتر تروكانتر. هتلاقي علامة على الجريتر تروكانتر بالشكل اللي قدام حضرتك ده، اسمها ايه العضلة دي؟ قالك ده الانسيرشن بتاع الجلوتياس مينيمس، الانسيرشن بتاع الجلوتياس مينيمس. فاكر النيرف سبلاي بتاع الجلوتياس مينيمس كان ايه؟ كان سوبيريور جلوتيال نيرف، سوبيريور جلوتيال نيرف. طيب هتلاقي علامة تانية، خط مايل بالشكل ده. مين الخط المايل ده؟ قال لك والله دي الجلوتياس ميدياس، الانسيرشن بتاع الجلوتياس ميدياس، الانسيرشن بتاع الجلوتياس ميدياس اللي النيرف سبلاي بتاعها سوبيريور جلوتيال نيرف، لسه قايلينه 9000 مره فوق. جلوتياس ميدياس، يبقى دي جلوتياس ميدياس، الخط المايل ميدياس، الخط المايل ميدياس. طب ولو كده؟ لو كده تبقى مينيمس، لو مربعه كده تبقى مينيمس، ده على الجريتر تروكانتر. طيب قال لك والله في علامه هنا كده على حاجه اسمها، ده المفروض جلوتيال تيوبروستي. تلاقي علامه، بص ده الليسر تروكانتر وده الجريتر تروكانتر، بص تحتهم كده في المسافه اللي بينهم وتحتهم، دي الجلوتياس ماكسيموس، الانسيرشن بتاع الديب ربع بتاع الجلوتياس ماكسيموس، الانسيرشن بتاع الديب ربع من الجلوتياس ماكسيموس. طب النيرف سبلاي بتاعها كان ايه؟ كان انفيريور جلوتيال نيرف، انفيريور جلوتيال نيرف. ده كده الجريتر تروكانتر. الحته دي اسمها تروكانتريك فصه، التروكانتريك فصه من جوه عليها عضله اسمها اكسترنس. يا لهوي، من جوه اكسترنس. طب لو على المارجن بتاعتها من بره تبقى انترنس. تاني تاني تاني، دي كده اسمها تروكانتريك فصه، لو عليها علامه من جوه يبقى دي اوبتيوريتور اكسترنس. اعكس الانسيرشن بتاع الاوبتيوريتور اكسترنس. طب لو من بره يبقى اوبتيوريتور انترنس، لو من جوه اكسترنس، لو من بره انترنس، بنعكس. طب هو هنا مشاور لك على التروكانتريك فصه من جوه،
تقول له ده الانشيرشن بتاع الاوبتيوريتور اكسترنس اللي النيرف سبلاي بتاعها لسه قايلينه بوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور. بوستيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور. طيب هنا مش هقول لك على الفيمر من قدام. الفيمر من قدام هتلاقي عليها علامه كبيره بالشكل ده، هي العلامه الوحيده اصلا الكبيره اللي هتلاقيها في الفيمر دي، اسمها الفاستس انترميدياس. فاستس انترميدياس، فاستس انترميدياس، الاوريجن بتاع الفاستس انترميدياس. النيرف سبلاي بتاعها فيمورال نيرف لانها من عضلات الثاي من قدام. النيرف سبلاي بتاعها فيمورال نيرف. هتلاقي علامه، انت كده مصور الفيمر من ورا، والخط اللي ورا ده اسمه لينيا اسبرا. هتلاقي علامه في نص اللينيا اسبرا بالشكل ده. مين يا سيدي اللي في اللينيا اسبرا؟ قال لك الادكتور لونجس، الانسرشن بتاع الادكتور لونجس. الانسرشن بتاع الادكتور لونجس، فاكر الاوريجن بتاعها كان نقطه، كان دايره كده على عظمه البيوبس. الانسرشن بتاع الادكتور لونجس، النيرف سبلاي بتاعها اوبتيوريتور نيرف او انتيريور ديفيجن اوف اوبتيوريتور، الانتيريور ديفيجن بتاع الاوبتيوريتور. طيب نزلنا في الفيمر من تحت، بص دي الهيد، يبقى كده ناحيه ميديال وكده لاترال. حلو الكلام. لما نزلنا ناحيه ميديال لقينا علامه هنا كده على حاجه اسمها ادكتور تيوبركل. قال لك ده الانسرشن بتاع الادكتور ماجنس، ولكن بالتحديد جزء في الادكتور ماجنس اسمه اسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس. بس خلي بالك بقى يا غالي في الحته دي بالذات، لما يجيب لك العلامه هنا كده ناحيه ميديال لازم تكتب له الاسكيال بارت من الادكتور ماجنس، الانسرشن بتاع الاسكيال بارت من الادكتور ماجنس. ليه؟ لان هيسالك على النيرف سبلاي تقول له سياتيك نيرف، هو طالب بالتحديد الاسكيال بارت، مش عايز البيوبك، هو عايز الاسكيال بارت. الاسكيال بارت بيتغذى بالسياتيك نيرف. طيب مكملين مع الفيمر، والفيمر من تحت كده برضو ناحيه ميديال، بس في الباك بتاع الفيمر هنا كده فوق الكوندايل ده على طول هتلاقي كلكيعة. النقطه دي قال لك ده الميديال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس، الميديال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس، الميديال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس. كانت بتتغذى بايه؟ كانت بتتغذى بالتيبيال نيرف. التيبيال نيرف اللي كان بيغذي جاستروكينيمياس بوبليتياس بلانتاريس سولياس، جاستروكينيمياس بوبليتياس بلانتاريس سولياس. فدي بتتغذى بالتيبيال نيرف. في نفس المكان بس هنا بقى ناحيه لاترال بالشكل ده هتلاقي ايه؟ قال لك هتلاقي عضله اسمها بلانتاريس، بلانتاريس ماسل. لا 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 تاني بقى عشان الحته دي تهنا احنا كده خلاص. لو جاب لك علامه هنا ده الاسكيال بارت من الادكتور ماجنس. لو جاب لك دايره هنا كده الميديال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس. لو جاب لك علامه هنا كده دي مين؟ دي البلانتاريس ماسل. النيرف سبلاي بتاع البلانتاريس تيبيال نيرف، جاستروكينيمياس بوبليتياس بلانتاريس سولياس. فالبلانتاريس تتغذى بالتيبيال نيرف. برضو دي فيمر مش طالع لها شعر ولا حاجه، هي دي فيمر عاديه. المهم لما يصور لك الفيمر من ناحيه لاترال، هو كده باصص عليها من ناحيه لاترال، يجيب لك علامه هنا كده فوق، ناحيه لاترال فوق، دي اللاترال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس. اللاترال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس، اللاترال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس، النيرف سبلاي بتاعها تيبيال نيرف، تيبيال نيرف. طيب بص هنا كده نفس الحاجه بالظبط، بس ايه نزل تحت شويه. يبقى اللاترال هيد كانت هنا، لا هو نزل تحت، نزل تحتها شويه. مين دي يا سيدي؟ قال لك دي عضله اسمها بوبليتياس ماسل، الاوريجن بتاع البوبليتياس، الاوريجن بتاع البوبليتياس اللي النيرف سبلاي بتاعها برضو تيبيال نيرف، النيرف سبلاي بتاعها تيبيال نيرف. طيب ادي برضو البوبليتياس لما صور لك الفيمر من ناحيه لاترال، وش اقول لك على العلامه تحت بالشكل ده؟ لو اللاترال هيد بتاعت الجاستروكينيمياس كانت هتبقى فوق، لا دي تحت، يبقى دي البوبليتياس، الاوريجن بتاع البوبليتياس، النيرف سبلاي بتاعها تيبيال نيرف، النيرف سبلاي بتاعها تيبيال نيرف. انت كده خلصت الفيمر. ما ايه رايك بقى نرجع نجيب الفيمر لوحدها تاني من الاول؟ طب ايه رايك بعد ما نخلص نرجع نجيب الهيب بون والفيمر مع بعض؟
يعني حته اننا نرجع وناخد الكلام ده كله مع بعض كده والله ما هتاخد منك 5 دقايق، بس دي اهم حاجه في العمل. اهم حاجه انك تفضل تراجع من ورا وتجمع المعلومات تاني وتفضل تراجع تاني وتالت. المراجعه مش هتاخد منك 10 دقايق، بس من غيرها هتتسوح. انا بقول لك بس عشان تكون ايه، اكون عملت اللي عليا وقلت لك النصيحه. من غير المراجعات اللي بقول لك عليها دي هتتسوح. لازم تراجع وتذاكر بالطريقه اللي بقول لك عليها. طيب بدانا فين؟ بدانا في التيبيا والفيبيولا. ايه رايك التيبيا من قدام كان عليها عضله بتعمل انسيرشن هنا؟ ده الانسيرشن بتاع الليجامنتم باتيلي. الليجامنتم باتيلي ده كان بتاع الكوادريسبس فيموريس، انسيرشن بتاع الليجامنتم باتيلي. النيرف سبلاي بتاع الكوادريسبس فيموريس او الليجامنتم باتيلي الفيمورال نيرف، فيمورال نيرف. طيب احنا دلوقتي حطلنا علامه على التيبيا من قدام بس ناحيه لاترال. التيبيا من قدام بس ناحيه لاترال دي تيبياليس انتيريور، عضله اسمها ايه؟ تيبياليس انتيريور. يبقى اللي هنا دي كان اسمها ليجامنتم باتيلي، دي اسمها تيبياليس انتيريور. اكيد التيبياليس انتيريور تتغذى بانتيريور تيبيال نيرف. تيبياليس انتيريور تتغذى بانتيريور تيبيال نيرف. 3 شرطات هتلاقيهم جنب بعض بالشكل ده على التيبيا من ناحيه ميديال. ده كومن انسرشن اسمه اس جي اس، اس جي اس سارتورياس جراسيلس سيمي تندينوزس. كومن انسرشن ل3 عضلات، اذا يحط لك 3 شرطات بالشكل ده. كومن انسرشن اس جي اس اللي هو سارتورياس جراسيلس سيمي تندينوزس، ويطلب النيرف سبلاي. النيرف سبلاي هتقول له ان السارتورياس بتتغذى بالفيمورال، الجراسيلس من عضلات الميديال كومبارتمنت تتغذى بالاوبتيوريتور، والسيمي تندينوزس من عضلات الباك تتغذى بالسياتيك. لو اتحط في الامتحان لازم تكتب النيرف سبلاي بتاع التلاتة، يكون سؤال ب 39 درجه ولا حاجه. يبقى كومن انسرشن اس جي اس سارتورياس جراسيلس سيمي تندينوزس، السارتورياس تتغذى بالفيمورال، الجراسيلس بالاوبتيوريتور، والسيمي تندينوزس بالسياتيك. حلو الكلام. التيبيا من ورا بقى. التيبيا من ورا تلاقي علامه ورا الكوندايل بتاع التيبيا في ظهر الكوندايل بتاع التيبيا. ده الانسرشن بتاع السيمي ممبرينوزس، الانسرشن بتاع السيمي ممبرينوزس. النيرف سبلاي بتاعها كان السياتيك نيرف، وخصوصا التيبيال بارت. السياتيك نيرف ده السيمي ممبرينوزس. تلاقي علامه مثلثه كده على التيبيا من ورا، علامه مثلثه على التيبيا من ورا. عرفت ان انا ورا ليه اصلا؟ لان مفيش تيبيال تيوبروستي، تيبيال تيوبروستي بيكون قدام. طب لو مفيش يبقى انا ورا، بسيطه. علامه مثلثه ده الانسرشن بتاع البوبليتياس مصل، ولسه قايلين النيرف سبلاي بتاعها فوق تيبيال نيرف، النيرف سبلاي بتاعها تيبيال نيرف. طب هتلاقي علامه على خط كده في التيبيا من ورا برضه، الخط ده اسمه سوليال لاين اصلا. اسمه ايه؟ سوليال لاين. وبالتالي يكون ماسك فيه عضله اسمها سولياس، الاوريجن بتاع السولياس مصل، الاوريجن بتاع السولياس مصل. النيرف سبلاي بتاعها كان ليها دبل نيرف سبلاي. هو هنا كاتب لك التيبيال بس، ولكن انت عارف انها بتتغذى بالتيبيال، والديب سيرفيس بتاعها بيتغذى ببوستيريور تيبيال. يعني انت لو كتبت له تيبيال وبوستيريور تيبيال هيحبك قوي بقى، مش هيصدق نفسه. هتسمع زغاريته هما بيصححوا العملي خلاص كده. تيبيال وبوستيريور تيبيال دي عضله اسمها سولياس. معلش كده، ما تيجي على الباك بتاعت الفيمر، صلى على النبي، هتلاقي علامه هنا كده، دي السيمي ممبرينوزس، سيمي ممبرينوزس. هتلاقي علامه مثلثه في الحته دي كده، دي البوبليتياس مصل، بوبليتياس مصل. تلاقي علامه على الخط ده سولياس مصل، وانت عارف النيرف سبلاي بتاعها تحت السوليا اللاين ناحيه ميديال. عرفت منين ان انا ميديال؟ ده الميديال ماليلس. يبقى تحت السوليا اللاين ناحيه ميديال بالشكل ده عضله اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس، فليكسور ديجيتورام لونجس. خلي بالك بس ان فليكسور ديجيتورام وديجيتي والحاجات دي سواء ابر او لور هتحس بلخبطه فيها، فتراجع عليها كتير. فانت على السلايد دي علم عليها كده، اعمل عليها
علامتين استفهام انك هترجع لها ثاني وتالت ورابع وعاشر. ان علامة تحت السولية اللاين ناحية ميديال دي الفليكسور ديجيتورام لونجس. فليكسور ديجيتورام لونجس كانت بتتغذى بايه؟ بتتغذى بالبوستيريور تيبيال نيرف. بوستيريور تيبيال نيرف. طب تحت السولية اللاين بس ناحية لاترال. تحت السولية اللاين بس ناحية لاترال. ادي السولية اللاين قدام حضرتك اهو. تحت السولية اللاين بس ناحية لاترال. يبقى ده العضلة اسمها تيبياليس بوستيريور. اسمها ايه؟ تيبياليس بوستيريور. يسألك على النيرف سبلاي قول له بوستيريور تيبيال نيرف. بوستيريور تيبيال نيرف. بوستيريور تيبيال نيرف. انت كده خلصت عظم اللور. زي ما بقولك خلصنا الفيديو خلاص. ارجع بقى هات الكلام ده كله تاني من الاول. خلصت مراجعة اللور ارجع هات الابر. خد انت بقى يعني ده بقول لك نص امتحان العمل هيكون اناتومي. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ اقول لك لو ذاكرته هيدخلك الجنه طيب عشان تذاكر ولا اعمل لك ايه؟ فبالله عليك انت ادرى بمصلحتك اكيد واكتر مني ولازم تهتم. انا بقول لك اهتم بالعملي لان درجاته مضمونه. يعليك في تقدير، يعليك في ترتيب، ينجحك، يعمل اللي انت عايزه. فلازم تهتم بدرجات العملي وتذاكر له بما يرضي الله. وكده خلصنا عظم اللور ونشوفكم في فيديو قادم بإذن الله.